فردوس خادم الرب يسوس ليقدر البرموس وطاك اللوس اختاروا عمانوئيل أسر أن يستقيل ليكون خادم الإنجيل وطاك اللوس رشح للأسقوفية فغدر الإكليريكية مفضلا البرية فضل حياة الخلوة سلك طريقا قريبا أعطى الله حكمة أشفق على القاطع صلى القديس برجاء سندت عيني السماء خرج الربان السبعة فوهب نفسه لخدمة الذين طردوا بالقوة ولما جاء الحين رجع الربان فرحين إلى درهم مسرعين صلى في الطاحونة فاكر وعشية أعطى الله معونة أرشد عمانوئيل فقام بعمل جليل في درام بصموئيل اخترت عني الله ليكون راعي الروعة كان يبكي بمرارة عظيم في جهاده حكيم في إرشاده اختار الرب إله سمع قول الرسول ووبخ الكسول خدم نفسه البتول أشفق على القاطع لم يتركه يضع رفقه بقلب وديع لم يخطب ود المديحين أرشاد المنافقين كان الرجل الأمين منتضع بالحقيقة محب الخالقة صديق الملائكة قام وقت الأسحار في القوة والأمراض ليسبح رب القوة الله اشتم صلواته وبخور مع أصوامه إبلها قدامه السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطاة السلام لأرمية الجديد صاحب النسك الشديد ذو الدموع والتنهيد كنت نعمة موسى وكهنوت هارون وحكمة سولومون إذا النور هدانا لصداقة مرمينا وكنسته بناها في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخالقة بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحية يعقوب أعد لنا فتح حبيبنا مرموس كاروزنا ايوه المسيح
لكن أعطاهم المرضى شفاهم الحزن عزاهم أحب أهل الحبشة راعي الكنيسة عملهم بمحبة بكنيسة الزيتون زهرة الأم البتول في عهد الراعي الحنون بيد عمل الميرون بين المؤمنين بعد طول السنين سما انتقال الأبرار إلى السماء أسفار طلب رب الأنوار طرق وثيقا أن يدفن في ديره بجوار شفيعه في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاده اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوان أمام الله الديان يا أبناء التسبيح أنظموا اليوم مديح لحبيب يسوع المسيح